أهلا وسهلا، شكرا لك أستاذ شوقي على هذه الاستضافة، وشكرا للشباب أيضا، وأرحب أيضا بالشباب في الموجودين معك في الاستوديو، وشكرا لقناة يمن شباب لاستضافتي في هذا البرنامج، وهو برنامج يعني أنا أعتقد أنها حلقة مميزة، لأننا بدأنا نرفع الصوت عاليا حول العنصرية في اليمن، وهذا ما كنا نخشاه ولا نتحدث عنه في فترة من الفترات، لأننا يعني لم نشعر بمدى قبح هذه العنصرية إلا عندما أشعلت الجماعة الحوثية السلالية الحرب في اليمن، ورأينا المعنى الحقيقي للعنصرية، فأنت لا يحق لك أن تخاطب مشرفا إلا بخطاب يا سيدي، وكأننا نعيش في عصور ما قبل الإسلام. العنصرية في اليمن يا سيدي، العنصرية متجذرة، وهي مشكلة يجب أن نعترف بها كيمنيين إن أردنا التخلص منها. هناك عنصرية كما قالوا الشباب، عنصرية مناطقية، مذهبية، سلالية، عرقية، عنصرية قائمة على أساس اللون، عنصرية قائمة على أساس المهنة، عنصرية يعني مقيتة، يعني دفعت بكثير من يمارس عليهم العنصرية خارج مسار التنمية، كما هو حال بالنسبة للمهمشين أو للسود في اليمن. بكل تأكيد أنا استمعت لتقرير حول أنه عدد المهمشين 500,000، أنا أعرف أنه هذا التقرير ليس تقرير قناة يمن شباب، لكنه مستساق من قناة أخرى. المهمشون في اليمن يتجاوز عددهم 3,500,000، أي يمثلون 12% من سكان اليمن وفقا لآخر تعداد سكاني لليمن في 2004. العنصرية الحديث عنها حديث تختزله تلك الصور والمآسي التي أنتم تشاهدونها في تجمعات المهمشين. هذه الشريحة الكبيرة التي تشاركنا الدين والعقيدة والأرض واللغة، يعني كل ذنبها إن الله خلقها بهذه الصورة التي أنا عليها، ونحن ليس لنا خيارات أن نختار ألواننا، وليست لنا أستاذ نعمان. ولم تكن لنا دين. أستاذ نعمان، هل تسمعني؟ نعم. أريدك الآن أن تعدد يعني أبرز معاناة هذه الفئة على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي كنقاط، لأني سأسألك سؤال آخر بعد ذلك عن الآثار. ما هي أبرز معاناة هذه الفئة؟ تفضل. طبعا هناك كثير من مظاهر التمييز في ضد السود في اليمن، هناك مظاهر قائمة على العادة، يعني برغم كما قلت انه نحن نمارس نفس الطقوس والعادات، سواء الطقوس الدينيه او العادات الاجتماعيه من حيث الزواج مراسم الدفن العباده، الا اننا ايضا يتم عزلنا بشكل يعني نحن معزلين عن المجتمع، وبالتالي هذا واحد من مظاهر العنصريه باننا خارج السياق الاجتماعي وخارج او لدينا يعني مناطقنا الخاصه ولدينا تجمعاتنا الخاصه، لا احد يعني لا يفرحوا مع لا يشاركنا الفرح، لا يشاركوننا الحزن، نحن ندفن امواتنا دون ان يشاركنا الاخير حتى مراسم الدفن، نحن عندما نتزوج لا يشاركنا نتزوج فيما بيننا، وان يعني لا احد يشاركنا علاقه المصاهره، نحن عندما يعني هذه من مظاهر التمييز الاجتماعي. هناك مظاهر التمييز الحرمان فيما يتعلق بالحرمان من السكن، نحن ليس لدينا، نحن على مدى 1,300-1,200 سنة عايشين في أكواخ نبنيها من القش ومن الطرابين، هذا واحد من مظاهر التمييز. واحد من مظاهر التمييز حتى هذه التجمعات والمناطق السكنية أيضا تحرم من الخدمات الأساسية، لا ماء، لا كهرباء، لا صرف صحي، لا آخره. أيضا من التمييز دعنا بس أعود من التمييز، أيضا هناك التمييز الصحي، نحن عندما نمرض لا نستطيع أن نذهب إلى المستشفيات الحكومية، الذات الحكومية لا تقدم لنا أي نوع من أنواع الخدمات الصحية، يعني بل من يملكون المال هم من يستطيعوا. يا أستاذ نعمان، سمعت مرة أنه بعض مناطق حتى يمنعون هذه الفئة من أن تقبر أو يقبر موتاهم مع مقابر الناس، هل هذه المعلومة صحيحة؟ نعم، هذه بكل أسف هي معلومة حقيقية، ونحن في كل مكان لدينا، سواء في المناطق الريفية لدينا، في كل المناطق اليمنية، أنا لا أحددها في منطقة معينة، لدينا مقابر خاصة نحن المهمشين في تقريبا من مناطق تجمعاتنا، في بعض المناطق أنا أقول لك في محافظة صنعاء، في محافظة صنعاء بني الحارث
تم انتشال رفاه ابناء عشيرتنا وفي 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 مدينة الشرق في آنس ايضا تم اخذ يعني نقل هذه الرفاه الموتى لاقربائنا. يعني هناك يعني حتى على مستوى الأموات نحن ندفن وحدنا وكأننا نخلق وحدنا وندفن وحدنا وكأننا أيضا يخيل للطرف الآخر بأننا سنبعث وحدنا ولن يبعث معنا في ذلك اليوم. أستاذ نعمان، أستاذ نعمان.